احنا ده تاني يوم للحملة، والقوات كلها شغالة، في المرور وفي الحماية المدنية وفي المرافق، كل أجواء إدارة البحث الجنائي برضه عاملين حملة مع متزامنة مع الحملة دي، جايبها توجيهات من الوزارة على الكافيهات المرخصة والغير مرخصة وفحص الحالات فيهم، والأمور كلها تمام. وإن شاء الله حملة جايبة نتائج كويسة خلال اليومين امبارح والنهاردة، وهي مستمرة اليوم 17 إن شاء الله. سرحان يلا يجي خد، يلا بعد تبدأ حد يجي خد يكسر السنة.